شكرا لكم السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم توريد، كما أتوجه لكم بالشكر الجزيل على حسن الضيافة والظروف المواتية اللي هيئت في هذا اللقاء. كذلك أرحب بالسادة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية التابعين لنفوذ ترابي لإقليم توريد، السيدات والسادة المنتخبون، السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني. وهنا أركز على المجتمع المدني لأنه هو بيت القصيد لهذا اللقاء اللي في الحقيقة كان عبارة على حلم لمجلس الجهة الشرقية، بحيث كانت مجرد فكرة في لقاء إفريقي كان حضره آنذاك السيد الرئيس علي بلحاج، وكانت مشاورات، وكانت يعني واحد الفكرة بأنه يحدث برنامج للتدريب الترابي في إطار اتفاقية شراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية. ولعل هذا الاتفاقية التي وقعت أول اتفاقية على المستوى الإفريقي، أول اتفاقية تحتضنها جهة من الجهات الإفريقية، أول اتفاقية اللي كانت نموذج للتسيير على المستوى الإفريقي. فمنذ انطلاقة هذه يعني هذه المبادرة اللي كانت الانطلاقة التاريخية، والكل يعرف المجتمع المدني لأن درنا لها واحد الدعاية يعني كبيرة على يعني في إطار وسائل التواصل، واللي انطلقت بالضبط في 17 نوفمبر 2014. والجميل في هذا يعني الانطلاقة ديالها أنه دازت عدة مراحل ديال الامتحانات، توصلنا بالترشيحات، وفي الأخير اللي حصلوا على الموافقة أو النجاح باش يستافدوا من التدريب هما 28 يعني مستفيد. و 28 مستفيد هو خليط ديال فيهم أطر عليا ديال الدولة موظفون، يعني فيهم طلبة جامعيون، فيهم حامل الشهادات اللي يعني باقي ما ولجوش العام يعني لسوق الشغل، يعني شريحة متنوعة. تصوروا بأنه الشريحة المتنوعة فيهم أساتذة جامعيين، شريحة متنوعة قدروا أنهم ينسجموا جميعا ويصنعوا فريق. هذا الفريق اللي كانت الانطلاقة ديالو اللي غادي يكونوا هم مختصين في مجال التدريب الترابي. يعني مزيان تكون عندك فكرة، ولكن باش تجسد على أرض الواقع هنا في خص واحد الاجتهاد، واحد المبادرة. إذا الاجتهاد اللي خلقته أو خلقه مجلس الجهة الشرقية أن ديك المجموعة ديال 28 هما الآن اللي أصبحوا المدربين ديال جميع الأقاليم، لأنه حنا عندنا غتكون عندنا 7 ديال المحطات. يعني بدينا بالإقليم ديال الناظور، من بعد كاين تاوريرت، من بعد كاين الدريوش، من بعد كاين جرادة، من بعد كاين فيكيك، من بعد كاين بركان، يعني وفي الأخير غادي يكون اللقاء الأخير غادي يكون في مدينة وجدة، يعني في عمالة وجدة أنكاد. والهدف منا أنه خصنا نعرفوا بلي كل إقليم عنده الخصوصية ديالو، الخصوصية ديال كل إقليم، هذا هو الدافع اللي جعلنا أننا كلنا نديروا واحد اللقاء تواصلي مع المجتمع المدني، لأن الهدف ديالنا هو المجتمع المدني بالأساس المجتمع المدني. لأن الحمد لله المغرب معروف بموارد بشرية مهمة، ولكن خصنا حنا موارد بشرية مؤهلة، وهذا التأهيل ما غاديش يجي من فراغ، ولكن هذا التأهيل يجي بواحد الإطار ديال التدريب الترابي. لأن السياسة الرشيدة الآن ديال صاحب الجلالة نصر الله، لأنه إلا ما كانش عندنا واحد الخريطة السياسية اللي كنتبعوها، وحنا الحمد لله في البلاد ديالنا في المغرب ديالنا يعني الخريطة والإشارات ديال
تسير الإداري أو تسير على أي مستوى، الخريطة ديالنا هو المرجعية ديال التوجهات ديال صاحب الجلالة. ويكفينا فخرا أن مجلس الجهة الشرقية الآن غادي في التوجهات ديال التسير ديال صاحب الجلالة. إلا كتلاحظوا الآن التوجهات ديال البلاد ديالنا غادي للمجتمع المدني. جميع الزيارات الملكية اللي كيقوم بها، إلا كتلاحظوا في جميع المشاريع اللي كيكون يشرف على المشاريع اللي كتنتج من طرف صاحب الجلالة، كيكونوا المجتمع المدني دائما حاضر. والهدف ديالنا من هذا اللقاء كذلك أننا نقربوا الإدارة من المواطن، والمواطن يكونوا قريب للمواطن بواحد الهيئات منظمة، وهذه الهيئات المنظمة هي المجتمع المدني المنضوي تحت جمعيات مناضلة، جمعيات اللي تخدم الصالح العام، ماشي ديك الجمعيات اللي كدير واحد دير يعني الأوراق ودير المسائل وتقادها وتجي تاخذ الاستفادة وعلى أرض الواقع ما لقاوش شي منجزات. إذن إلا كان عندنا التوجه قد ولا يعني هاد المسائل اللي كانت قديمه ما بقاش عندها البلاصه ديالها في التوجه ديالها حاليا. فلهذا يخصنا طاقات بشريه مهمه. نحن الان مقبلون الحمد لله عندنا دستور جديد، مقبلون على انتخابات يعني واحد الانتخابات اللي اساسيه تاريخيه اللي غتكون فيها الجهويه المتقدمه. ولما اقول الجهويه المتقدمه جميع الاختصاصات غتكون محليه، ما تبقاش مركزيه، تكون لا مركزيه، ولكن هذه الاختصاصات يخص الناس اللي تحمل المسؤوليه ديالها، يخصو الناس تكون كفاءات وتكون في المستوى العالي. اذا هذه رساله كنوجهها للاخوان لجميع ممثلي المجتمع المدني في اطار جمعيات، باش نتوما تكونوا السفراء ديالنا لجميع المواطنين، لانه نحن المغرب ديالنا والبلاد ديالنا في حاجه لكفاءات وطاقات شريفه نظيفه ومؤهله. الا ما مشيناش بهذه الطريقه وهذه الخريطة السياسية، يظهر لي الحمد لله المغرب عنده إشارات قوية بأنه راه خدا الريادة، لأنه عنده رجال ديالو، عنده كفاءة ديالو، وخدا المكانة ديالو قوية. ولعلكم تشوفوا الآن يعني هذا اللقاء ديالنا كيتزامن الزيارة ديال وزير الخارجية ديال فرنسا. فرنسا التي كانت متعنتة، كانت غتجرب راسها مع المملكة المغربية. والمغرب فرض راسه وعرفوا بانه بلد قوي بملكه وبشعبه وبجميع مكوناته. والان اصبح بالسيف عليهم انهم يجيو ويجلسوا معنا في الطابله ويتحاوروا معنا. هذا الشيء ما جاش من فراغ، هذا الشيء لا جاي لانه المغاربه كيبغيو الوطن ديالهم وعندهم غير على البلاد ديالهم. والحمد لله السياسه ديال البلاد ديالنا اصبحت نموذج على جميع المستويات. يعني ربما كاين ارقام لهادشي ديال عده مسائل، ولكن المغرب خدا المكانه ديالو على خدا الرياده على المستوى الافريقي، والان متطلع بانه غادي ياخذ المكانه ديالو واخداها واحد الطريقه غير مباشره، ولكن غادي ياخذها بطريقه مباشره على المجال الاوروبي. اذا ربما هذا الموضوع اللي يمكن نطولوا فيه بزاف، ولكن انا الاشاره ديالي انه مجلس الجهه الشرقيه كيفتح الابواب ديالو لجميع الطاقات التي هي يعني عندها واحد النيه حسنه وباغي تشتغل، واللي يهمنا هو التواصل مع جميع المواطنين. اذا مره اخرى كنقول لكم انتم هما السفراء ديال المواطنين، لانكم تقوموا في واحد الهيئات منظمه في اطار جمعيات في اطار مؤسسات في يعني عده مجالات. وما تفوتنيش فرصه كذلك باش نشكر جميع الساده رؤساء المصالح الخارجيه اللي حاضرين معنا، اللي كتجمعنا معهم علاقه طيبه في اطار التسيير ديال مجلس الجهه الشرقيه. والحمد لله حنايا منفتحين على جميع المصالح الخارجيه، وكنبشركم بانه الحمد لله مجلس الجهه الشرقيه اصبح مجلسا نموذجيا في التسيير، وهذا مفخر لنا جميعا. لان لما اقول بانه مجلس الجهه الشرقيه يعني كنقول فيها وجده، فيها توريرت، فيها الناظور، فيها بركان، فيها فيقيك، فيها جراده، يعني جميع فيها الدريوش كذلك، جميع الاقاليم منضويه. ولعل المحطات اللي كنكونوا فيها احنا كمجلس الجهه الشرقيه الجميع ينوه بالمنطقه ديالنا. وخصكم تشوفوا لما كنكونوا في لقاءات سواء وطنيه خارج الجهه الشرقيه، سواء وطنيه ولا دوليه،
كتشوفوا الطريقه باش كنستقبلوا يعني الابناء ديال الجهه الشرقيه اللي حتى هما بدورهم كيعتزوا ويفتخروا بالانتماء ديالهم للمنطقه الجهه الشرقيه بصفه عامه. اذا مره اخرى كنشكر جميع الحضور اللي حضروا معنا في هذا اللقاء، ونتمنى ان شاء الله النجاح لهذا اللقاء اللي غادي ياثروه يعني كما قلت لكم اطر المتدربه دوك المجموعه ديال 28، داك الشيء اللي تعلموه هما اللي غادي ان شاء الله يوصلوا الرساله لكم نتوما، ومن بعد نظرا لانه هذا البرنامج لقى واحد النجاح الحمد لله ايجابي، راح نفكروا باش تكون واحد المجموعه ثانيه ولما لا مجموعه ثالثه، نظرا للاقبال اللي عرفوه هذا المشروع ديال التدريب الترابي. اذا مره اخرى شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.